تعلن أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال صيانة 4 جسور على طريق الأمير محمد بن فهد، وهي جسر تقاطع طريق الملك عبد الله، وجسر تقاطع طريق الأمير متعب، وجسر تقاطع طريق الملك عبد العزيز، وجسر تقاطع شارع ابن العميد، وتشمل استبدال فواصل التمدد، مقسم على 4 مراحل، كل مرحلة 15 يوم، اعتباراً من تاريخ الأربعاء 28 صفر لعام 1445 هجري، الموافق 13 سبتمبر لعام 2023 ميلادي. وتسير الحركة المرورية على النحو التالي: جسر تقاطع طريق الملك عبد الله، سيتم العمل على مسارين وإتاحة الحركة المرورية على مسارين في الاتجاهين لمدة 15 يوم، ثم الانتقال إلى الجسر الآخر، ويسير العمل على ذلك النحو في باقي الجسور.